يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أسعد الله أيامكم ولياليكم متباركين إن شاء الله بهذه الذكرى العطرة العظيمة ميلاد سيدتنا ومولاتنا أم أبيها السيدة الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء عليها السلام. ونسأل الله عز وجل أن تشملنا يوم القيامة بشفاعتها. يا عاشق الزهراء يا عاشق الزهراء هاك وغردي. يا عاشق الزهراء كهدهدي. وإذا حضرت لمولدها وإذا حضرت لفاطم في المولد أرم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. زين جينا وحضرنا مولد الزهراء وبعدين وش بيصير؟ قال فاطلب فاطلب إذا شئت النجاة بودها فاطلب إذا شئت النجاة بودها ما ترتجي مستفتحا من عندها لا تنس بالزهراء أصدق وعدها. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. ترنم ترنم يا المحب ترنم يا المحب يلا ترنم حب الطاهرة تمتم تنغم عليها واجب صلي أسلم صلاتك للنبي هذه هدية صلوات.
ما نبي نطول عليكم، ولو أن ذكر الصلاة على النبي وآله هي من أفضل الأعمال. ولهذا قال إمامنا الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنبه فليصلي على النبي وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والذر الفاخر المنصور المؤيد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول الرواية: لما حملت خديجة عليها السلام بفاطمة، كانت فاطمة عليها السلام تحدثها من بطنها وتصبرها، وكانت تكتم ذلك من رسول الله محمد صلى فدخل رسول الله يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة عليها السلام، فقال لها: يا خديجة من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. قال يا خديجة هذا جبريل يخبرني أنها أنثى، وأنها النسر الطائرة الميمونة، وأن الله سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. فلم تزل خديجة عليها السلام على ذلك إلى أن حضرت ولادتها، فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم: أن تعالين لتلين مني ما تلي النساء من النساء، فأرسلنا إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئا. فاغتمت خديجة عليها السلام لذلك، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنهم من نساء بني هاشم، ففزعن منهم ففزعت منهم لما رأتهم. قالت إحداهم: لا تحزني يا خديجة، فإنا رسول ربك إليك ونحن أخواتك، أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة، وهذه مريم ابنة عمران، وهذه كلثم أخت موسى بن عمران. بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فجلست واحدة عن يمينها وأخرى عن يسارها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها. يا مستمعين النظام، استعدوا إلى يدة لولادة الحوراء. تخون خديجة: فبينما أنا كذلك إذ وضعت بفاطمة أفضل الصلاة.
صلوات مفترض ليكم هذه. فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، أئمة المعصومين، والحجة ابن الحسن، إلهي عجل، والحجة ابن الحسن، والحجة ابن الحسن، الله بهالمساء فرح رسوله بالزهرة البتولة، الله بهالمساء فرح رسوله يلا بارك الله. الله بهالمساء فرح رسوله بالزهرة، لوحة من السماء، لوحة من الفرح، نرسم نرسم ونضويها بالشمعة. القصيدة توني مستلمها ترى، بس من ساعة واحدة يعني. الله يبارك فيه إن شاء الله ويتقبل منه ومنهم إن شاء الله. لوحة لوحة من الفرح نرسم ونضويها بالشمعة، ورب بالسماء يبارك فرحتنا بسنة البضعة، جبريل الحاضر ويانا، وجبريل الحاضر ويانا، جبريل ويانا، جبريل يلا للنبي يبعث تحية، الله الله يلا علي والسلالة الهاشمية، فرحة فرحة مولد الزهرة الزكية، الله بهالمساء فرح رسوله بالزهرة، اي والله الله بهالمساء فرح رسوله نور الزهرة بعجازه، نور الزهرة بعجازه، كان من العرش اصلا لاح لاح بسحره، والدنيا ما شافت ابدا مثله، نور الزهرة بعجازة بعجازة، كان من العرش أصلا لاح بسحرة، والدنيا ما شافت أبدا مثله، إي والله مشغوفة بحبها دنيانا، مشغوفة بحبها دنيانا، مشغوفة مشغوفة فاطمة الزهرة النادية، وكوثر الجنة العالية، بارك الله آمنة الباري النبية، الله بها المساء فرح رسوله بالزهرة، الله 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 بها المساء فرح رسوله، وفرح كل الملائكة، مولد مولد للشرف، الشرف واسمه اتأصل بالمجد أمره، اي والله مولد مولد للشرف واسمه اتأصل بالمجد أمره، هذه العزة لو تسأل، اي والله هذه العزة لو تسأل عنها، قال والزهرة ما عندنا غير الزهرة، هالبيت هذا البيت العظيم، بيت العصمة، هذه العزة لو تسأل عنها قالوا الزهره،
الرحمة ترعانا وبعين الرحمة عين ترعانا وبعين. هذه ذكرني برواية تفرحنا إن شاء الله. يقول يوم القيامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري عليه رضوان الله يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول له ما أريد أقول عليكم يقول له يا ابن رسول الله عطنا رواية تفرحنا شوي عطنا شيء يعني ما مقدار عظمة الزهراء عليه السلام. قال لي يا جابر يوم القيامة الزهرة يأمرون بها تدخل الجنة ما تدخل الجنة توقف على الباب وتلتفت يجيها الأمر من الله عز وجل يا حبي يا بنت حبيبة رسول الله ليش ما تدخلين الجنة؟ قالت يا رب العزة لا أدخل الجنة حتى يعرف قدري. فيجي الأمر من الله عز وجل يا فاطمة إذن ارجعي وانظري شوفي اللي عز عليش ها ومن شيعش ومن محبين ايش اخذي وياش الجنة ها بمفاد الرواية. فان شاء الله احنا كلنا ان شاء الله مشمولين وتنتقينا الزهراء يوم القيامة. بهالمساء الله فرح رسوله بالزهرة بهالمساء الله فرح رسوله فاطم فاطم للفضل مصدر والله بفاطمة بشر اي والله فاطم للفضل مصدر والله بفاطمة بشر من أسري أنا عارف الكلمة جديدة علي إي والله فاطمة فاطم للفضل مصدر والله بفاطمة بشر من أسرب نبي الأمة أنزل سورة الكوثر بنبع الجنة روان بنبع الجنة روانه بنبع الجنة روانه بنبع الجنة الله بهالمساء فرح رسوله الزهرة الله بهالمساء فرح رسوله الأبيات يا شيعي يا مؤمن والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله بمولد فاطمة الباري حياها وافضل من حي مريم حياها ربح كل من إلها الحفلة حياها الشفاعة ينولها الزكية صلوات وحق من شرف الكعبة وحق من شرف الكعبة وطاغا على اللي طلق الدنيا وطاغا وطاغا الليلة ولدت الزهرة وطاغا تمت فرحته بهالمسيح صلوات.